بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضحيده وقورع على قورع حولها الله نقضه قيل يا الله دي أريقة يدو سببت لو قورع يا إتهاي إن إلهي اللو قد وادو إلهي وحلق قهلو ربنا سبحانه وتعالى لقويني وينين تقلبك يبقاها قلبك يتعيلك أدونك وإلهي قلبك وقوها إيو عمل كنوع عصا صاب تواب إلهي قاري ليجي هيلب كتونة إلهي قاري ماين إلهي باري لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم هيلب 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 كي يديق من إلهي قاري ماي إلهي وحق قاري والتقوى والتوحيد كقلبي يا كتيرة ووين أنت دي إلهي وين إنسو ومحبة ذيك القعيل كدي إلهي وهايسو إكوك اللي في إن أدحولها إلهي وكوري قل إلهي دراد يادو قشر والذبح يقور عبادة إلهي باقيمي سموتي مركو صلاة اللحري فصلي لربك وانحر ربك أتك وقورع قل إن الصلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين وهاتنا صلاة دي يقورع يقين ولش دي يقير دي إلهي بالله سبحانه وتعالى لا شريك له إلهي عدل وذاك تامكرت سأصان الله يا أمري وحانانا هيقفك وهرية إلهي سبحانه وتعالى وهو قان سميه قيمها قورع سؤوليها بايدو موچينيسا وحاكولاي موچينيسا وحو قيمة كوية لنا إنو يا الإخلاص إنو إلهي الدرادي نغضو هلوغو أركو أما هلوغو مقلا أما هلوغو أمانو هدي نيدو أي تهي عبادة نقول ما يقفكونا إلهي وحبك قيل ما يبال إلهي وكقفو قانية إلهي نوح إساق يعدك لشراك اللقا قردقي ما أقبله ويقنب كيه إلهي عدن لشراكوه سأل ربي سبحانه وتعالى وإنه الشيخي وقت يقول عاسو نعي ويوم النحر أيوب بلاما يا مالنك طبنات مالنك عيد الأضحى وإنك بريتش معاه إنه أقول بيغان وحانا قول وقت يا كهر الدين لقال وقفكم ما أنتوك لو اسكسي قال مالنك السقالات أما كهر با وضحي النقل ما يقول عاسي وليب قول عوحو بلاما يا وقت يقيسو مرك صلاة عيد لتكده وصلاة عيد كهر قفك وهدوك قورعه وضحية نقن مايا سبخاري مسلم بوريين صحابي البراء مركي وقورعي صلاة عيد كهر رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري شاتك شات لحم نفكا سواء نف هلي بهان الله قشي معنى عبادة ماها قال عليه الصلاة والسلام إنما هو اللحم قدمته لأهلك وليس من النسك في شيء وانا فرير كاغا دو شيدايسو ادو قشاي ون دا سلاد عيد كهر قشاي دوري عي عبادته اها ما اها شقنكم الله ابو النبي عليه الصلاه والسلام غور عمركا ودخيده وقتي سوا جوغا الا مالنك 13 مالنك عيد افر كو قبلكي سو دعايو ومالنك عيد صلاة عيد الدبديد أيو بلامية مالين كاسور دنقفكو وقوريعي كراه هبين كينا وقوريعي كراه لكن مالين تأفضل بين أهل العلم مالين كاكوبية طبناد ومالين كعيد كحيقانا وضحيه دوالا قالي كراه مالين كاللبية طبنادنا والا قالي كراه مالين كاستحي طبنادنا والا قالي كراه صدح لا مالمودي عيد كدن بيادي كارنا مادا وقتي وضحيه دو كناف لكن مالين كانوه الرياء وفضل بضن ومالك النبي عليه الصلاة والسلام وضحيه استي بعد الصلاة مباشرة صلاة الدبدين صلاة عيد كدبة مصلها وقوبت عيد اللي قلت كذاب النبي عليه الصلاة والسلام وضحيه سيوكو قورعي وضحيه هو السنة مؤكدة وعبادة قال إيان لفضي سنين مالك طب نادوحو كميدي طبانكي مالموذي عمل كالسمية عمل وفض لبدنا إلهين وشعلها أعماش كوا أفضل لقبضان نقور عياك ميدا مركا قف كستو أوودي يانو فضي صنم
arintana yaa laga eegin dhinaca hilibka iyo neef la qalo oo hilib laga cunayo waxaas xagga haddii laga eego waa la iska fudaysanaya waxa laga yaabaa qofku inuu idhaahdo maalin walba hilib waa cunna waxba hilib ugama baahnin ha laga eego xagga cibaadanimada inuu yahay shay ilaahay lagu weyneynayo ilaahay loogu dhowaanayo wax lagaga doonayo oo rabbi subxaanahu watacaalaa lagu caabudaayo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam suu sheegay anas bnu maalik intuu joogay magaalada madiina oo dhan udxiyeysiga kama tegin waa udxiyeysanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku udxiyeystay adhi weliba wanan nebigu calayhi salaatu wasalaam daxaa bikabshayni amlaxayn fii riwaayatin mawjuu'ayn dabaxahumaa biyadihi wasammaa wakabbar laba wan oo waaweyn ayuu rasuulku ku udxiyeystay oo midabkooduna caddaan yahay midabka cad baa ugu fadli badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi damu cafraa axabu ilaya min dami sawdaawatayn neef cad dhiiggii oon ilaahay daraaddii u daadiyo ayaan ka jecelahay laba neef oo madmadow dhiiggood macnaa neefka cadi wuxuu ka fadli badaya xagga udxiyada laba neef oo madmadow xagga quruxdaa laga eegaya oo xagga shilayskaa laga eegaya walihaada kaana asaxaaba yusaminuuna daxaayaahum saxaabadu way sii naaxin jireen xoolaha ku udxiyeysanayaan neefba neefka uu ka qurux badan yahay ee uu ka shilis yahay ee uu ka qaalisan yahay ayuu ka fadli badan yahay oo anfasu riqaabi afdalu riqaabi cinda allaahi anfasuha cinda ahliha addoon la xoreeyo iyo neef la gowracaba waxaa u fadli badan siduu sheegay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam neefka u qaalisan qofka xoolihiisaba ka dhaqaaqaya ama qiimaha u sarreeya qofka laga soo siiyey walihaada xooluhu inay qaali yihiin yay sabab kuugu noqon cibaada inaad ka qaddo adigoo awooda oo iibsan kara inay qaali yihiin adiga dan bay kuu tahay oo fadligii ajarka aad ka helaysa ayaaba sii kordhaayaba waxba kaaga dhimmi maayaan wax qaaliya ayaanad ku doonaysaa qofka wax qaaliya doonayaana wax qaaliya waa inuu huro oo uu bixiyo udxiyada saynu sheegnay saddexdaa noocee xoolaha ka mid unbaa gala geel iyo lood iyo adhiga digaagga iyo shimbiraha kale iyo ugaadha xalaasha iyo waxaasoo dhamma udxiye noqon maayeen liyadkuru isma allaahi calaa maa razaqahum min bahiimati lancaam bahiimatu lancaamna waa xoolaha nicmowleyda loo yaqaana dadku ay dhaqdaan iyagunbaa hadiina noqda udxiyena noqda waqtigii nebigana saddexdaa nooc waxaan ahayn laguma udxiyeysan neefka adhiga wuxuu ka gudayaa hal qof iyo inta qofkaasi uu maamulay mas-uuliyaddiisa hoos timaada oo ninka iyo qoyskiisa hal neef baa udxiy ahaan u galaaya bal hadduu laba qoys leeyahay ama saddex ama afar uu leeyahy dhammaantoodba mas-uuliyaddiisa ay hoos yimaadaan dumar iyo caruur iyo ubad isagu uu dhalay yaryar iyo waaweyn mar haddaanay ka madax bannaanaan isaga halkaa neef baa udxiy ahaan u noqonaya hadduu ka badiyana maa macnadu neef lagama badin karo waynu sheegnay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu laba wan ku udxiyeystay neefka adhiga waa inta u yar laakiin qofkii awoodaya hadduu ka badiyo waa fadli dheeraada neefka geela ama lo'da ahi waxa udxiy ahaan uu uga gudayaa toddoba qof sabca ayaa ku shuraa koobi kara toddobaduba ha noqdaan kuwo udxiyeysanaya ama qaarkood udxiyaha u jeedaan qaarkoodna hilibkuna ha iska doonayaan toddoba ayaa ku shuraa koobi karo subucu badana neef ishina geela ama lo'a toddoba meelood marka loo qaybiyo meel ahaan udxiy ahaan qofka waa u noqonaysa xoolahaasi waa inay ka badqabaan iimaha iyo ceebaha hilibka nuqsaaminaaya afar buu sheegay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam arbacun laa tujzi'u fi ladaaxi buu rasuulku afar udxiyada ma galaan alcawraau lbayinu cawaruha waa neefka cawaran cawarnaantiisuna ay muuqato eeanay qarsoonayn marka indhaha waa in laga eego waalcarjaau lbayinu carjuha neefka dhitinaya dhitintiisu ay muuqato
والمريضة البين مرضها ينفك حنوصنا يدين حنوصنا يدوشي سباي كمقته والعجفاء التي لا تنقى ينفك ويدعى ويدني مكة قاري روح بينان الهين أفرطا وحي اللمضة يوحي كسي اللي تأيقون وضحية دقل مايان وإن كستو نفك هلب كيسا نقصامين يسوء دي ميسا وحساب نقون يسا نفك سي وضحية قلنا نقون حق الداد نفك هدو قيل يشلسا نضوين ودا مادان هدو لو يهين لبسا نضوت هدو ري يهين لبسا نضوت هدو إذا يهين سند باكو فلان نفك إذا سند تركاي وضحية دا وقلية وضحية ده هيلب كده وحكم ده ما قيبه ده وحكم ده لما يبين كره نبي قوحوري من باع جلد وضحيتي فلا وضحية له نافكو كو وضحية استهرقي سقفك إيبيا وضحية ما لها ونف إلهي ده ردي لو قلي وحوالا عنايا وحوالا كيتسان كرا صدقتنا وحوالا قبحنايا هيلبنا لما يبين كره هرقنا لما يبين كره in badan waxa dhacda dadka in qofka neefka u qalay inay kula heshiyaan lacag iyo wax kamida neefka hilbihiisa taas waa khald oo harag iyo hilibka wax kamida mushqaad looma siin karo jazaarka qofka neefka qalay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wuxuu sabab Bukhari Muslim ba wariyeen nabiga uu wakiishay inuu qalo hadiyigiisa wa amara an la u'tiya الجزار شيئا من اللحم وقال نحن نعطيه من عندنا رسول كوحا أمر يقول سيبور إنك قلايا إن أنا نهلبك وحكم إذا مش قيدها نصين وحنور الرسول كوحا عليه الصلاة والسلام مش قيدها نقع السين إنا ومعنا وضحية ده وحانا هاي ما هدي وحانا هاي بان مش قيدها كالسينية وضحية دي هدي يقولنا واسكو حكم بل وضحية ده أبو النبي قل سيقارة وشيقفك وضحية دي سي وحكم إذا مش قياد وبحية هرقناها النقطة إنان وضحية اللهين حديثك حاكم يبهقي بوريي وقد حسنه الشيخ الألباني ورحمه الله تعالى أن وضحية ده إلي بكيدة إلا كريو يسيقو قيرين لبحية لبضوبة لبضوبا وجائس وبنائهن او مدنا وحويان ماها مد لوران كرو قفكا اجر با كغه نقصاميا اما وضحيتي اني كغودي ويدا ايو صاب نقريا قفكا دوني ان وضحيستو مركو نييستو لغا بلاابو بشه ذل حجنا اي بلاتو تيمي سا يا جيركيسا وخ كميدو اينانو جيرين النبي و خوريسا مسلم وريم الحديث ام سلمة إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا بيش ذي الحجة مركاد أركتان متكين أو الدورين وضحيستين نية ونيستارنكا تميس يتركي سوحكم إذا يانو تشرين بول رسولك عليه الصلاة والسلام والسنة إن الله تشرين دي الله تشرين ومكروه والله ما أردنا يقفك سي حرام بكل عين أما وضحيتي لقى أقبلي ما يلعرن ما هي لكن أمر كنبي عليه الصلاة والسلام إلا خلاف اللفتيد وامد علص قلب كصد هذا أن كجب الجبين يا وحية مالك الطمناد بشد الحج يوم الحج الأكبر وعيد الأضحى إسلام كوح لي إلا بعيد ودو صنت كيا هي عيد أسبوعية وعيد جمعها عيد كلا أما عيد دينة النقطة أما عيد وطنية أما عيد قومية قومية دي أي لاذا هاي وإسلامك اعتراف سيما كيرتو وحي عيدة كيري كيروردن باشا وكساري رسولك عليه الصلاة والسلام رير مدينة مركوت تقييق ولا لبا معلمودو عيد وهي حفلة ديستان وحي إلهي وحي دي نكو بدلي لبا كخير بضان مركوالة بدلي وحي هروردن لبضان اللقو بدلي عيد الفطر عيد الأضحى اللقو بدلي وحي نقاي نوكل مي بري إلهي نقارسي وخيري إيمان إلهي نقو قارسي لبا عيدود عيد جمعها يعيد الأضحى يد اللفت يد عيا فضل إلهية ويتهي إلهي سبحانه وتعالى قفك إلهي وقارسيا إنه وقام أحد نقوي والله ما الموت هو وين والله لبضوا بأعمال بين لقاريهن يفضليه ما المحا كلا آن اللهين
مالين كعيد الأضحى ومالين كم إذا طبعاً كم مال موضة فضل قبضنا ولهذا وحن كبر أركير يا ضد كمسلمين تاع مالين كافر حد عيدا وقولي إن أنا كغالب نقون وأنا صاب النقون إن كم مشقولان عبادات كفر لي السنة ذكر إلهي التكبيرته تدفر بضاني مالين كوح على جيابا يقول واعيدنا فر الله الضيعة مالين كنا ماها مالين فر الله الضيعة بل وا مالين أي تاي فر الله ذا سيحو جني الله إلى عليه صنا ياشنا اللي جد دعاله ويتوان كم المدة عمل كود فضل قبلنا بكميدي ومالين أي تاي ذكر إلهي سجارين الله إلى عليه ذكر إلهي نوح كم إذا تكبرت ويوم التكبير تكبير صلاة الدبدود لا تكبيرته هي التكبير وقت يدا كلام الله تكبيرته وقت جار عنكو حدنين تكبيرته هو مشروع بشد الحجة مركب بلا طبع ما انتنا اللفت إذا أي يوم التكبيرنا ما لنا يتايدد كمسلمين تاين التكبيرتان ما تكبير جماعي يقف ولي بقو ندي سايو تكبيرنا لكن تكبير إمام وكر قاضي ولا قد بقاضي رسولك عليه الصلاة والسلام يا صحابة كسقناتي ما جبتم مالك عيدة أعماش قيمها بدن إلا الشرعية وحكم إذا جورع وضحية ظهرين وقاعد الله وحكم إذا الصلاة وفصلي لربك صلاة وحكم فصيرين صحابة قاركود يعلم ذي كدم بيسيبة صلاة العيد إن لو جتشيده صلاة عيد وحكم إذا شعائر الدين تكم إذا أستامها الدين إسلامك نبي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة سكمة تجن داد كان هو كل رجلي إلا وأمر الدمرك حتى أن تكن عين الصلاة وهي ممنوع كاعد إن التجان جابتا صلاة اللي تكن عليه صلاة دمر كائن لسه الشدة معها مالك هو مالك عمل كلا السمية وها عمل كوفض لبدن إلى هنا وش عليه صلاة صناع ماشة مالك أسول لجار كياه بكم يطح يان لسهلين والله فضول السنين صلاة العيد سيدا صح دا نوافرل قف كستا وقان قاد أمير قبل صلاة عيد فرال بيكوت نبي عليه الصلاة والسلام أمر أيو كبحي وليقين كمتقين رسولك عليه الصلاة والسلام قف كحتى هذي كما عدو نافتو كليدي وينو تكدو صلاة عيد سيدا لو تكريين وينو تكدو وقتك صلاة عيد نوحو بلا ميا مركا قراحدو هاي صوب بحضو ورن قدر كين لقلول كاي كروغا كعادو سو بحيتان كيدا ويران شان يتوان دقيقة مركي كسو وريقان سنه هنا وين هو لو تكبر عبد الله بن بصر الصحابي قال له هذا انكر ابطال امام حبسن كامامك وحبسامي وديدي مركي وقتي قاسي لا غاري وحان النبي عليه الصلاه والسلام وقتي سي وقتي انا كل وابه دمه جيرني بالصلاه وكفارق جير قدت كوين هو لو يمادان واي ان ديب لو دغه حيوا صباحا كميدا أي ماذا يدتك دتك عيدة تكير يا ودتك أي سجان؟ مركا دتك خير كائن كهب سامان ما هروائن أتجان. ولي بس صلاة عيد الأضحى علماء وحي شجان. يدا سجى عربين لود الدتشي وسي أي دتك أضحية دا. قليتان كذا مجو رعتان كذا هرائي وقصة نقدان. سنوه وحي هاي عيد الأضحى إن الله أفرن وحباء الله عونين إلا صلاة للسوت كنيه. ولي وقفكي وضحية قشينا وضحية دي سمركا وكو أفري وكو قرعاني وعيد الفطر دوا كد وانتهى عيد الأضحى وعيد الفطر السنوح يين لسي أفر وما دام الله صومنا عيد الأضحى أنا السنوح وإن الله أفرين إلا صلاة عيد لك صور نقوني مال إن كان إماها ولا ليال مال إن لدون تعرض إلهي يوحى الصاب نقوني ومال قيمة بدنه أي تاين لوجود دالر على الجلين تإلهي سبحانه وتعالى يوه جانس إنك يا كلاق إنك شرع إلهي وحنا صيب درا مال إنك قالقة مال ما هطبا إنك كمدة سجارة نوء مال إنك حتك وينا سجارة نوء مال إنك عيدة إنهم بدنه مسلمين تكمد إلهي سبحانه وتعالى إنك كل حشون إن عاصيان لقيا ومال إنك إنك كتجان صلاة دي فرال كاهيد وقار كود قيلا دا يكون نافتو قارنا عياري باشا لا يكون نافتو يمار الرو الدنيا
قاركود إلهي وحي كعاسيان خمار سيابك للدوان مركا لو عياره. نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحر من قال لأخي تعال قامرك فليتصدق بشيء وفك ولالك يقول هذا وركال أن كل خماره ودن باب انت ساب الدن بيبا انو قف معسيه وقو ياري مركاسي معسيه دا لو قد نافو وصدقاتها اللبحو ويواناق حمان تكوه الرئيسي ببابية سيلهي الشيقة إن الحسنات يذهبن السيئات وناقيد حمانها أي بابيان وحوين أي ترتران وحكم إذا قاوانان تدومر كؤاد فربضا ودومر كوما بنانا إن السلاة عيد جلباب لان كتغان بلو فيرس الدومر كي صحابة سابخاري صحيح سكوري وكذلك مسلم نبي مركو أمري دمر ودمينة وبحان صلاة عيدة دمر كقارمي هيسن حجاب يجي الباب حدان رسول كوي ما دون وحدان حدانا ليس لها جلباب أدان دمر كناي تايدا أن جلباب هيسن صلاة عيدة يكتكتو حجاب حدانتو يعني محيي ليس نبي قمو ورن هدانا هيسن هيسك صوب حدو حون بل هيس صوب صارتو خير بيوسع طاي رسولك عليه الصلاة والسلام يقول اللي تلبسها أختها من جلبابها ولا شيء ده مسلمة ضاعي جلباب بدأ هي ستوحة وقحنه وهاسي سامها سوء أماني سيسو معنو حويا حجاب لان دمركم بحكران والتبرج ونقا جاهلي إلا بدأ ولا تبرجنا التبرج الجاهلية الأولى سيدي يسمو چنچرين دمركي جاهلية دمرك مسلمات كيان يسمو چن ونقا كاحن يقوها كفو قادان إلهي ما هو عرونا يقبرنا التبرج سميسا ولو مساجد كباكو صعوته ولو صلاة عيدة متقي سو خير كقيب قلي سبها نغطيه هداد خير دون إيسو وحصابه نغن كرا خير كاين اللقاء أقبالين أما إلهي نو كو عرودو وعقاب كيسو كل عادون يا آخرة بإسكايل علي وأن عدلانتها يون حريستة إلهي با لقد دينا يا لقد دركين يقبرنا الصدا يشا إلهي بادو مركوري ولا يبدين زينتهن قروح وضيانة موشين تيلهي وأبو ريها قريان متكلو اسمر مريين هذا الكيد بدا عادر اسمه مرين كران إنه كول إيو بوتر إيو وحفك الله مرصد إيو إيو مرصد ما بيحي كران هبلاها يرير لفتو دواين أسطرنان تيحشوت كالوغو تربية دي إن أنتو نمر هداي تهي متقادي دا قور للهم قورين كره وإن أن حجاب لان دبد الله صارن وهذاك السهب لو وين واسكما دحقاون سوى البوح لوسو مريي ومالك عيد رقوا وين أي داد هاي سنيان أما إلى الصعدان وهذا غلط منكر كقفك إنه رالي وقال نقضى ما هدد كيس انت أودي سوغارسي سنتهاي وينو كلاد دقالبا مع سيدة سيدة قاركا عيد آت كوبدا وحكم دا هي صح ودمددتك قاركود سيقارينو شايدانكو وقوبة اللمية ولي مالين كان إلهي واحد كوعة سيدانيه ساعده قيستان وموسي قاعد اللعدان وانا صوتك الشيطانك سيلهي واستف زيس من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا شايدانكو بين أيوكو بلنقاضي وكوية بوهيد وإسكا مالين عيدت إلهي وغفور الرحيم والوجود بالدافع دونا ما أنت إسكا عيار أو إسكا باشال ساسو كورانية سو كل جويا هل كي إلهي سجا وكحكمي عديقنا وكجيو إلهي وين لقبق مال كعيد أو معاصدا نعيد كل الدول إسكا إلاليه وحكستو إلهي وحاران تميجي سدو حاران وهابو مال كعيدنا حارانوي بل مال كحاران نمد سواسية درنتك وبلها أشهر الحرم لأنه بشأن ذي الحجاي كمتاي سيبن عباس أرشاقي حسنات كالله الصمعية وكوين وكفض لبدين حسنات كمالما كالله الصمعية حمانها الله الصمعية حق الدنبقة وكوين حمانها مالما كالله الصمعية محادو مالين السمال انتوانكي مالموت كميدا محادو مالين السمال انكي عيد دنبقة الله الصمعية آدي آد بوقوين دنبية مالما كالوحويا الله الصمعية إلهي بأن سبحانه وتعالى ويدي سنينا
inuu acmaasha wanaagsan khayrka ina waafajiyo inagana aqbalo rabbina subxaanahu wa tacaala inuu ugu gaadhsiiyo maalinka ciidda ee khayrka badan iimaan iyo caafimaad qab aynu kaga faa'iidaysanno wajazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.